اليوم تحت شعار محاسبة الأسد الكيماوي انتصارا للإنسانية، حيث نفذت قوات الأسد هجمات بالأسلحة الكيميائية والسامة حوالي 215 مرة منذ بدء قمعها للثورة في مناطق مختلفة. وهذا يتوجب على المجتمع الدولي إحالة ملف مرتكبي جرائم الحرب من قبل النظام السوري ومحاسبتهم عليها وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتفعيلا للقرار 2118 المادة 21 التي تنص على معاقبة من ينقل أسلحة الكيميائية ويستخدمها. اليوم خرجنا مظاهرة بمدينة إدلب على دوار سبع بحرات بعنوان محاسبة الأسد الكيماوي الانتصار للإنسانية. طبعا بشار الأسد مجرم وقاتل للأطفال، ارتكب مجازر كيماوي بالغوطة الشرقية بخان شيخون. نحن بإذن الله عز وجل ما راح ننسى دماء شهدائنا، راح نستمر بثورتنا، ثورة منصورة ما لها حل إلا النصر.